السلام عليكم ورحمة الله. نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن الزواج فقط من أجل المتعة وقضاء الشهوة، وأمر بالتزوج للعفة، وطلب العصمة ودوام الصحبة، وطلبا للذرية الصالحة، وطمعا في ثواب الله. فوقع في نفوس المؤمنين أن من طلق قبل البناء والدخول وقع في هذا المكروه والمنهي عنه، فأنزل الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا إثم عليكم أيها الأزواج إن طلقتم النساء بعد العقد عليهن وقبل الدخول بهن وفرض مهر لهن، ولا بد أن يكون الطلاق لأسباب مشروعة وبطريقة مرضية. والمس كناية لطيفة عما يكون بين المرء وزوجه من جماع ومباشرة حسية ومعنوية. وهكذا القرآن دائما يربي الإنسان على حسن الأدب وحسن انتقاء التعبير والبعد عن الفاحش والبذيء من الأقوال. وتعيين المهر في العقد وتحديده ليس بشرط لصحة عقد النكاح، فلصحة عقد النكاح لا بد من توفر 5 شروط: رضا الزوجين والولي والشهود، وتعيين الزوجين بالاسم، وخلو الزوجين من موانع النكاح. والفريضة هي المهر أو الصداق الذي يفرضه الرجل على نفسه في عقد النكاح، وقد تكتب أثناء عقد النكاح وقد تضاف لاحقا بعد كتابة العقد. فإن طلقت قبل الدخول وقبل تحديد المهر وجبت المتعة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن كان في ذلك الطلاق كسر لخاطر المرأة فإنه ينجبر بالمتعة، فجعل الله عز وجل المتعة لتلك المرأة كالبلسم يداوي الجراح ويمنع عنها القيل والقال. فقد تسمع من يقول: ما طلقها إلا لعلة، أو أنه رأى منها ما يريبه فطلقها. فالمتعة تنفي كل ذلك، وفيها تطيب لخاطر المرأة وصيانة لكرامة أهلها. وهذه المتعة واجبة على الغني بقدره وطاقته، وواجبها أيضا على الفقير بقدره وطاقته. فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وتكون تلك المتعة الواجبة بالمعروف وما تعارف عليه الناس. فإن اختلفوا في تحديد قيمة المتعة يلجأوا إلى القضاء، ويقدر القاضي المتعة وفقا لحالة الرجل وقدرته. والمتعة حق ثابت على المحسنين الذين يحسنون إلى المطلقات وإلى أنفسهم بطاعة الله. وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن المتعة أعلاها خادم، وأوسطها 3 أثواب، وأدناها شيء من الورق أو المال. جزاكم الله خيرا. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. السلام عليكم ورحمة الله. المطلقات غير المدخول بهن صنفان: صنف لم يفرض لهن فريضة أو مهر أو صداق، فإن طلقن فلهن المتعة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى
المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وصنف آخر قد فرض لهن في عقد النكاح فريضة أو مهر أو صداقة، فماذا لهن عند الطلاق؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وإن طلقتم النساء بعد العقد عليهن ولم تجامعوهن ولم تدخلوا بهن، ولكنكم ألزمتم أنفسكم في عقد النكاح بمهر محدد لهن، فيجب عليكم أن تعطوهن نصف المهر المتفق عليه. ويجدر بنا أن نتأمل في تلك الصورة، صورة عقد زواج رسمي، يذكر فيها بيانات الزوج والزوجة والشهود والصداق عاجله وآجله. فإذا كان هذا الزواج على صداق قدره 50,000 ريال، دفع منه 10,000 ريال مؤجل صداق، والباقي وقدره 40,000 ريال مؤجل صداق يستحق عند أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة، فيكون لتلك المرأة المطلقة غير المدخول بها نصف الصداق أي 25,000 ريال. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن تسامح المطلقات في نصف المهر أو جزء منه، أو أن يعفو الزوج للمطلقة عن المهر كله أو جزء منه فوق النصف. وهذا هو مذهب الجمهور، أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وهناك رأي آخر في المذهب المالكي يقول أن الولي هو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفوا أقرب للتقوى. وتسامحكم أيها الرجال والنساء أقرب إلى خشية الله وطاعته، وهذا من الإحسان الذي يشرح الصدور ويصفي النفوس. وروي لنا أن أحد الصحابة تزوج بامرأة وطلقها قبل الدخول بها فأعطاها المهر كاملا، فقيل له في ذلك فقال: أنا أحق بالعفو منها. فالعفو والتسامح في الحقوق أقرب إلى التقوى. ويكفينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ولا تنسوا الفضل بينكم. ولا تنسوا أيها الناس الفضل والإحسان بينكم، والفضل هو إعطاء ما ليس بواجب، وهو أعلى درجات المعاملة. وذات مرة دخل جبير ابن مطعم رضي الله عنه وأرضاه على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، فعرض عليه بنتا فتزوجها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها وبعث لها المهر كاملا. فقيل له: لما تزوجتها؟ فأجاب: عرضها علي فكرهت رده. فقيل له: فلما بعثت بالصداق كاملا؟ فأجاب: فأين الفضل؟ فالفضل من الإحسان، والإحسان أعلى درجات الإيمان، والفضل في المعاملة دائما خير من العدل. إن الله بما تعملون بصير. إن الله بما تعملون بصير، يرغبكم في المعروف ويحثكم على الفضل، والله عز وجل بصير بكم إن عدلتم أو ظلمتم أو عفوتم. جزاكم الله خيرا. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وقد فرضتم لهن
فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.